أعرف أنك يا عزيزي المشاهد تبحث عن إعدادات تخليك أسطورة، وبحثت كثير في اليوتيوب بس بدون فائدة. مشكلة الإم فوق الراس ومشكلة الأصفار للأسف نفس الشيء، خاصة بعد التحديث الجديد. وهذا التحديث اللي عملته غارينا خلت الإم عندنا كلنا صراحة بيض. بس الخبر الحلو أنك وأخيرا وجدت الفيديو الصحيح اللي راح يخليك من شخص عنده الإم فوق الراس أو يضرب الأصفر فقط إلى شخص أسطورة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وطبعا كل هذا راح يكون بالدليل، لذلك لعبت بعض الرومات وبعض الجيمات في الذئب الوحيد علشان اوريكم الايم تبعي كيف صار. صراحة بهذه الاعدادات صرت اسطورة، ولاول مرة في التاريخ لين اكس راح يعطيه الاعدادات تبعه لانكم طلبتوني عليها. الكل يقول لي في التعليقات لين اكس بدنا الاعدادات نفسها اللي تلعب بها انت وكذا. اوكي المهم راح نلعب شوية رومات وشوية جيمات في الذئب الوحيد علشان تشوفوا الايم تبعي كيف صار. هذا الشخص اللي راح العب معه روم يا اصدقاء، التقيت به بس في العالمية. اوكي مين هذا؟ اخرج. اوكي يا اصدقاء خلوني نلعب ونبدا. بسم الله، ديق الاساس الحياة طبعا، ونشتري ثلجة ونشتري صدرية. اوكي لا عملت 500 في الدم، والله العظيم كان بدي اعمل 200 بس ما بعرف ليش يعني سوت 500. يلا بان عليك. لا 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 اعطاني وان طاب، اعطاني وان طاب. لا 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 نسيت اقول لكم يا اصدقاء لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وكذا، يعني فاهمين الفكرة. اوكي يلا بان ابلع، ولا تنسوا مشاركة الفيديو. يلا بان وريني راسك ابلع. لا 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 جبت صفرة يا اخي موت. يلا بان ابلع. واخيرا يا اخي طولنا كثير يا اخي، ساعة وانا اضرب في الوان طابات يا اخي، ما كان لازم اعمل 500 في الدم. عملت 500 في الدم بالغلط يعني. يلا وريني راسك ابلع يا اخي، كنت في هذه اللحظة كنت قتلت. شوفوا يا اصدقاء يلا وريني راسك. يلا بان ابلع. لا لا ما جبته. يلا بان يلا ابلع ابلع يا حبيبي، يعني الان صار لازمني اجيبه هدين علشان يموت. يلا بان ضربة الجلوس ابلع 321، والله العظيم اني اسطورة. بان ابلع. لا 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 مستحيل مستحيل مستحيل. وايت وايت يا اصدقاء، انا مش لين اكس انا وايت. بوش على السريع. لا لا شوفوا وين وين، ما شفتوا ما شفتوا يا اخي ما شفتوا البوت هذا. المهم يا اصدقاء الناس اللي راح تقول ساكورا جليتش، والله العظيم يا اساطير مش جليتش، والله العظيم يعني عندي ساكورا حقيقيه، والله مش جليتش. انا ساكورا حقيقيه وهو كمان ساكورا حقيقي. يضل مختبئ. لا 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 اعطاني وان طاب، اعطاني وان طاب. شوفوا البوت بمجرد ما اعطاني وان طاب، شوفوا عامل بوش عليه. شوفوا شوفوا البوت الكلب يقطع شكلك يا اخي. يلا بان يلا بان. لا 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 خلي خلي لي 37 في الدم. يلا اسوي دم. شوفوا عامل عليا بوش. شوفوا يا اصدقاء البوت يعني ما يخليك تسوي دم، انا اخليه يسوي دم وهو ما يخليني ابدا. بوت بوت ساكورا بوت. يلا ابل. لا 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 قتلني قتلني الكلب. شوفوا شوفوا بده يجيبني بالرقصه، شوفوا يعمل رقصه العار. شوفوا الصدريه المستوى 2 تالفه يا اخي، انت راح تجيبني بالرقصه يا بوت. صدرية طيرت هذه. يلا بان ابلع 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 طلقة رأس يا حبيبي. شوف شوف بده يجيبني بالرقصة، شوف 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 بده يجيبني بالرقصة. يلا ابلع يا حبيبي، والله اني كفو، والله جبته بالرقصة يا اصدقاء تبع الاكا. يلا ابلع. لا 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 شو هذا يا لين اكس، والله اني كفو اقسم بالله جبته بالرقصة مرتين، والله اني كفو يا اخي. تعلم مني تعلم من عمك لين اكس، هو ما يشاهد فيديوهاتي، انا متاكد انه ما يشاهد فيديوهاتي وما شاف فيديوهات الاعدادات. لو شاهد فيديوهات الاعدادات كان قتل. ابلع 60 في 260 يلا. شو 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 بتدور عليك بالتاج، ما في دم ما في دم، انت كمان ما تخليني اسوي دم. يلا ابلع. اوكي ما جاته. يلا بوش 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 على السريع، ما في دم ما في دم ابدا، انت كمان ما تخليني اسوي دم. يلا ابلع. لا لا ما جبته ما جبته. لاعب لي بالاو ام كمان يا اصدقاء. يلا ابلع. لا لا ما جبته. يلا 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 بان 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 بان. ابلع ابلع يا حبيبي ابلع، والله العظيم اني كفو قسما بالله اني كفو يا حبيبي. هذه الاعدادات يا اصدقاء خلتني اسطورة الاساطير يا اصدقاء بكل صراحة، اعدادات خرافية. والساكورا يفوز على الساكورا. لابس نفس لبستي يا اصدقاء. المهم كما ترون يا اصدقاء انا 5600 في الدمج و 3400. المهم يا اصدقاء كفو كفو علي كفو علي اللين اكس الاسطورة. الان خلونا نجرب جيم في الذئب الواحد يا اصدقاء، نقول بسم الله. يا اخي متحمس متحمس اجرب عليه الاعدادات. شوفوا يا اخي بالله عليك هل هذا السلاح يلعبوا به الناس يعني؟ شوفوا شكل هذا السلاح البيض. اوكي راح نلعب معاه به. اوكي وينو وينو. يلا يلا بان. لا 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 دمجني دمجني دمجني. لا لا دمجني. يلا بان 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 عليك الامام. لا 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 يلا يلا. اوكي 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 بان 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 بان. ابلع 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 يا حبيبي ابلع يا حبيبي راسك طار ابلع. اضحك عليه يا ساكور. يلا نشوف مع هذا البوت. يلا بان عليك الامان. يلا وريني بس راسك وريني بس راسك. ابلع 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 يا حبيبي راسه طار. خلى لي 35 في الدم البوت. يا اخي بالله عليكم هل هذا مكان للفايت؟ شوفوا البوت وين طالع. شوفوا يا اخي ينعل يا اخي
اخي استغفر الله العظيم رمضان هذا، ولكن يكرهوني يا اخي، ليش طالع لي هذا المكان؟ يلا بان ابلع ابلع. اوكي لا لا لا، عطيته حمراء، عطيته حمراء ومات الصفراء ما بعرف ليش. يلا تعال يلا تعال ابلع ابلع. شوفوا شوفوا اتصالات المغرب مرسله لي رساله. فوزافي بروبوز يا اخي روحوا على شكلكم. مشتري او ام الكلب، وانا ما بعرف العب بالاو ام كثير. اوكي راح احاول اجيب وان طاب، راح احاول. يلا اوكي يا رب اجيب وان طاب. يلا ابلع ابلع ابلع. لا 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 ما جبته ما جبته. راح احاول يا اصدقاء اعمل معاه المستحيل علشان اجيب وان طاب. يلا ابلع. لا 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 لا، اعطاني وان طاب بالكلب يا اخي، ما بعرف العب بالاول. وين 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 هذا وين وين يا اخي؟ ينعل شكلك ينعل شكلك. شوفوا الكلب يا اخي، اقسم بالله العلي العظيم يفضل يا اخي. شوفوا شوفوا لي يا اخي سكنه، بس يا اخي يكرهك فيه البوت يا اخي. انا ما عندي اي مشاكل مع البوتات، بس يعني ما يهمني السكن ولا اي شيء، بس يعني الشخص يكون يعرف يلعب. شو هذا يعني مختبئ لي وراء ذلك الصندوق ويضربني يا اخي؟ راح اوريك بالصباص دقيقة. يلا وينو؟ شوف شوف ما تجد ابدا. يلا وينو؟ يلا ابحث يلا ابحث. وينو يلا وينو؟ والله ما بعرف وين يختبئون. يلا شوفوا ابحث في كل مكان، ما في الاثر تبعه ابدا. يلا وين وينو يا اخي وينو؟ بالله عليكم وين؟ تفضل ساعه لا لا لا، شوفوا ضربني، شوفوا الغدار، شوفوا الغدار الكلب ويضرب مليار ضربه. سباس الناس تلعب به وان طاب، هو ضربني مليار ضربه للظهر لرجلي. يلا بان ابلع يا حبيبي ابلع، اذا قتلتني انت بالسباس وما جبتك وان طاب بالسباس يا اخي اعتزل ام اللعبه. شوفوا الايم تبعي يا اصدقاء على هؤلاء البوتات، شوفوا يعني بالديقال او بالنقار يعني الايم مره اسطوري كيف ما بتشوفوني يا اصدقاء. في بعض الاحيان يا اصدقاء الايم ما يزبط، ولكن اغلبيتها كلها وان طاب كيف ما بتشوفوا. يعني بالنقار بنسر الصحراء او بالام بي 40 كلها يعني الايم سهل جدا كيف ما بتشوفون، والوان طاب سهله جدا. المهم يا اصدقاء يعني هذه الاعدادات ساعدتني كثير 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 في الوان طاب يا اصدقاء. يعني الوان طاب صار سهل بهذه الاعدادات كيف ما بتشوفون. يعني شوفوا بالنقار، يعني انا اوريكم بس على هذا البوت علشان يعني انتم تشوفوا، ويعني واكد لكم يعني كلامي كيف ما بتشوفون. المهم يا اصدقاء الان يا اساطير راح اوريكم الايم يا اصدقاء، كيف اقصد راح اوريكم يعني الاعدادات. المهم هادو بعض اللقطات يعني اللي عملتها. اوكي يا اصدقاء والان نقول بسم الله واوريكم الاعدادات. المهم اول شيء بالنسبه للحساسيه يا اصدقاء، ركزوا معي في كل كلمه، هادو هما الاعدادات تبعي يا اصدقاء اللي كنت يعني خافيها عليكم. المهم بالنسبه للعامه انا عملت فيها 98 يا اصدقاء. بالنسبه للنقطه الحمراء يا اساطير حاول انك تعمل فيها يا عزيزي المتابع 40. بالنسبه للعدسه فوق 2 اعمل فيها 80 كيف ما انا عامل كيف ما بتشوف 80 في العدسه فوق 2 او العدسه او السكوب فوق 2. المهم بالنسبه للسكوب فوق 4 او العدسه فوق 4 انا عامل فيها 75 كيف ما بتشوفون. العدسه القناصه انا صراحه ما بلعب بالاوائم كثير، ولكن انا عامل فيها 80 كيف ما بتشوفوا. النظره الحره خلاص 100 كيف ما بتشوفون. وهذه هي الاعدادات يا اصدقاء، احفظها عندك او اعمل سكرين شوت كيف ما بتشوف امامك. الان ننزل لوسائل التحكم كيف ما بتشوفون. المهم نروح للتخصيص بهذا الشكل. المهم مكان الثلج حاول دائما تحطه في هذا المكان، الالالونج الكلام ده، يعني مكان الجري والكلام هذا كله. المهم كيف ما بتشوفون هادو هما يعني الاماكن الخاصين بها. بالنسبه للايم حاول انك تحطه في هذا المكان، يعني علشان اصبعك لما ترفع الايم تلاقي مساحه في الهاتف او تلاقي مكان في الهاتف علشان تلاقي المكان وين ترفع الايم. يعني قصدي حاول دائما تخليه تحت جنب الجري وفوق يعني الجلوس كيف ما بتشوفون. المهم حاول انك تعمل في الايم 45 افضل شيء، واقولها دائما يا اصدقاء، تقريبا دائما اقول لكم الايم اعملوا في 45 يا اساطير، انا عامل كمان 45. المهم الجلوس اعملوا في هذا المكان، وكمان القفز اعملوا في هذا المكان. وهذوما الاعدادات يا اصدقاء، اعدادات احفظوها عندكم يا اصدقاء، وحاولوا تطبقوا جميع الاشياء اللي قلتها. المهم كيف ما بتشوفون يا اصدقاء الايم مره اسطوري، ولازلت يعني اتدرب على الايم تبعي. يعني الايم تبعي مش ظابط 100%، لانني يعني لسه يعني حملت التحديث الجديد ولسه يا اصدقاء اتدرب على الايم تبعي. يعني تقريبا بعد يومين 3 ايام راح تلاقوا انه الايم تبعي صار اقوى من هيك يا اصدقاء. يعني انا بمجرد ما صلحت الايم تبعي صورت هذا الفيديو، لذلك في بعض الاحيان راح تلاقوني اضرب يعني الاصفار. المهم يا اصدقاء كيف ما بتشوفون يعني فقط في هذه اللقطه اللي اصور فيها يعني صار الايم تبعي اسطوري. المهم وهذا كل شيء يا اصدقاء، واتمنى انه هذه الاعدادات يعني تنفع معاكم ان شاء الله. المهم يا اساطير هنا سنكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو. كيف ما شفتم يا اصدقاء هذه الاعدادات تبعي،
ويعني وريتكم كمان يعني الايم تبعي كيف صار يعني في تلك الرومات وايضا في الجيم ديب الوحيد، واعطيتكم الاعدادات تبعي يعني اعدادات لين اكس. اتمنى انه هذا الفيديو يكون اعجابكم يا اصدقاء، واذا اعجبكم لا تنسوا انكم تحطوا لايك تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد في الثانيه الاولى، ولا تنسوا الموقع يا اصدقاء علشان نربح منه شوي يعني. وكان معكم لين اكس والسلام عليكم. يعني اذا بدك تدعم القناه يعني حاول انك يعني تعمل دوره سريعه في الموقع، وشكرا لك من القلب.